لكم، جينا لكم في هذه الحلقه باش نهضروا لكم على لونو اولبرايت. لونو اولبرايت كيتعتبر من اسهل العقد اللي كيديروا اليوم ما بين لاتريس وفلو كاربون. الطريقه ديالو سهله مهله، تبعونا وتكتشفوا. اذا كما شرحنا لكم في الاول، غادي نديروا واحد العقده، العقده هذه اللي سميتها نول اولبرايت، اللي هو اسهل، اللي هي اسهل عقده بالنسبه لينا حنا الصياده، سورتو ملي كتكون كتصيد وكتقطع كتعاود تركب عاوتاني كتعكس بزاف، ولكن هذه سهله. غنوريكم الطريقه ديالها دغيا. كناخذوا هذا الخيط ديال الكحل اللي اعتبرنا انه هو الفليو كاربون، وهذا الحمر هذا اعتبرناه هو انه لا طريس اللي جايه من الماكينه. دونك كنشدو هذا الفليو كاربون هذا، كنطويوه بحال هكا على هذا الشكل هذا، كنشدو فليو لا طريس اللي جايه من الماكينه، كنديروا واحد العوينه بحال هكا في فليو كاربون، كندخلوا لا طريس ديالنا في ديك العوينه، كناخذوا الطرف اللي غادي نخدموا به، مثلا الطرف اللي غادي نخدموا به، كندوزوا صبعنا في هذا اللونو هذا في هذه العوينه هذه بحال هكا باش كنشدوا لي دو بارتي ياك، وكنبداو الخدمه ديالنا، كنبداو كنروليو واحد جوج ثم ثلاثه ثم اربعه. هذا العدد ديال الدورات كل واحد كيدير العدد ديال الدورات اللي بغا، واللي كيبان لي بانه غادي تخرج ليه العقده ديالو مزيانه. انا مثلا هنا درت اربعه ديال الدورات غير باش نشرح لكم وباش تفهموا وباش يكون داكشي واضح واحد شويه. فاش كنوصلوا لتحت كنبغيو كنساليو العدد ديال الدورات ديالنا لحتانين، خاصك تعاود ترجع كتكروازيه وتعاود ترجع فوق من هادوك اللي درتي. ما تنساوش انه تخليو واحد شويه ديال الاسباس ما بين الدوره والدوره، حيت هي اللي كيجي فيها هذا اللي كندوروا حنا دابا، اللي كنطلعوه هو اللي كيجي في داك الاسباس حتى كنوصلوا للفوق ياك البدايه ديالنا. كنعاودو كندخلوا هذا في ديك العوينه نيت بحال هذا الشكل هذا، وكنشدو هذا الفوقاني المين لاين ولا لا لاين اللي جايه من لا تريس اللي جايه من الماكينه، كنبداو كنسيريو كتجر وكتسيري او ميم طون، كتجر وكتسيري وكتقاد، حيتاش الا ما قدتيش تقدر تخسر لك العقده، ولا خسرت العقده ما بحال قلتي ما درتي والو. دونك كتزيري كتشد كتسيري هذا المين لاين كما كنقولوا ليه حنايا، ولا الخيط الرئيسي اللي جاي من الماكينه، وهذا ديال فليو كاربون كتشد الاطراف بجوج وكتسيريهم بهذا الشكل هذا، وهي عندك عقدة أوربايت اللي هي فعالة وفعالة جدا. من بعد فاش كتسالي الزيار ديالك كتشد هذا اللي شايط، كدير واحد العقدة ها الأولى بحال كتخيسي، الإخوة اللي كيعرفوا شوية ديال العقد كتريسي ها الاولى، كتعاود عاوتاني اون دوزيام، ملي كتسالي هذه بحال هكا، ملي كتسالي كتزير وكتقطع من هنايا، تقطعو ليكسيدون ديال الفيل اللي جاي من ديال لاتريس اللي جاي من المولينه، وكتقطع اكسيدون ديال البادلين حتى هو من هنا، وكتمشي تصيد. والحمد لله والله يسخر الاخوان الكاملين، ونتلاقاو في فيديو اخر تعليمي مع عقدة جديدة. ميرسي.